عيد مرأة سعيد لك ولكل نساء العالم. شكرا، عيد سعيد لنا جميعا ولجميع النساء ديال العالم، ولكم ايضا السيدات ديال الصحافة. كل سنة نورمالمون سي 8 مارس كيصادف سنويا العيد العالمي للمرأة بصفة عامة، وهذا النهار هذا نورمالمون ارتأت الفوزيف دونك سي الجمعية ديال المياه والغابات ومحاربة التصحر باش تنظم هذا اليوم لفائدة جميع النساء الموظفات بالقطاع ديال المياه والغابات. وهذا النهار نورمالمون تم بشراكة مع المديرية الجهوية للمياه والغابات القنيطرة اللي احتفلنا بواحد العدد ديال النساء بما فيهم مهندسات تقنيات وأطور وموظفات على صعيد المديرية الجهوية. وهذا الحفل تميز بواحد العلاقة أخوية اللي كيكنوها للرجال للنساء في جميع الميادين في المغرب. شنو تقدري تقولي لكل النساء، الأخت، الخالة، الصديقة، الجارة، الميساج اللي نقدر ندوز لجميع النساء المغربيات بالخصوص، كسوا تكون الام ديالنا ولا الاخت ديالنا ولا الابنه ديالنا ولا صاحبتنا ولا جارتنا ولا الموظفه ديالنا ولا جميع النساء في جميع كل وحده في الميدان ديال العمل والاشتغال في الميدان العمل ديالها وميدان الاشتغال ديالها، كنتمنى لها سنه سعيده والايام ديال السنه كلها ايام ديال العيد ديالها نورمالمون يعني في هذا النهار هذا. ولكن هذا النهار ليه واحد الميزه خاصه، لقاش الرفيق ديالها في الدرب ديالها كيشكرها في هذا النهار، وكنتمناها ان شاء الله يا ربي السعاده وكل ما كتمناه ان شاء الله في الحياه ديالها. اذا بهذه المناسبه ديال عيد المراه غادي نقدم لك واحد الهديه متواضعه لعينا. شكرا لكم، وحتى انا في دوري بالدور ديالي كنقدم هذه الهديه لجميع النساء ديال العالم وليكم بالخصوص الناس ديال الصحافه اللي هي واحد المهنه ديال المتاعب. شكرا لكم. عيد سعيد او عيد مرأة سعيد لنا جميعا. شكرا. وفي نفس المناسبه كان زعما كان ناخذ هذه المناسبه نورمال باش نشكر السي حميد اللي هو رئيس الجمعيه ديال المياه والغابات اللي شرف على هذا الحفل هذا اللي تدار نورمال جميع الموظفات ديال المياه والغابات ديال اقليم القنيطره، وباسمي وباسمهم كاملين كنشكروا. وشكرا لك سي حميد، وكنتمنوا السنه المقبله يكون احسن من هذه السنه ان شاء الله. شكرا. احنا اليوم كنخلدوا الذكرى العالميه لعيد المراه، واستهدفنا بالخصوص المراه الغابويه نظرا لنضالها المستميت ولدفاعها في الجبهه الاماميه حفاظا على الموروث الايكولوجي على المستوى الوطني والجهوي. فحقيقه بفضل تكاتف الجهود ديال المكتب الجهوي والمديريه الجهويه للمياه والغابات برئاسه الاخ مصطفى بعريز والباقي اعضاء الفريق ديالو والمرافق له، تم اليوم اقامه هذا الحفل على شرف النسوه العاملين بالقطاع من مهندسات تقنيات واطر نشيطة داخل المنظومة الغابوية. فهنيئا لهن بهذا العيد بهذه المناسبة. وبنفس المناسبة أهنئ جميع نسوة العالم ومنهم الأمهات ديالنا والأخوات ديالنا والصديقات ديالنا والبنات ديالنا والزوجات ديالنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.